السلام عليكم. اليوم نروح للملعب تاع تيزي وزو، حيث اننا عندنا اخر صور تاع ملعب تيزي وزو لتظهر الملعب في احسن حله. وللعلم انه كل العمليات تاع صيانه السقف تاع الملعب تمت بنجاح، وانه الان ما كاش كاين قطره في لاطواتور تاع الملعب، وخاصة يعني داروا التجارب بعد الأمطار الأخيرة التي هطلت على ملعب تيزي وزو في الأيام القليلة الماضية. إذا شيء إيجابي. أترككم تتابعون ما تبقى من هذه الصور، والسلام عليكم.